الصبح واحنا بنتابع حجاج بيت الله الحرام اللي بدأوا بالتوافد لمشعر منى لقضاء يوم التروية، وهو أول مناسك الحج اللي بيوافق الثامن من ذي الحجة، ويقف الحجاج غدا طبعا على صعيد عرفة تاني المناسك وركن الحج الأعظم قبل النزول إلى المزدلفة. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يستعد 60,000 حاج من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية لأداء مناسكهم في حج استثنائي بأعداد قليلة وتقنيات حديثة بسبب ظروف جائحة كورونا. ولكونه حجا استثنائيا، فقد وفرت الجهات المعنية بالسعودية كافة سبل التقنية وإحلال الذكاء الاصطناعي لخدمة الحاج هذا العام عبر عدة تقنيات تساعد على تسهيل سير المناسك وتحافظ على صحة وسلامة الحجاج من العدوى أو أي مشكلات أخرى قد تواجههم. فالبداية من مسار الحاج الإلكتروني، وهو عبارة عن أنظمة وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة لعرض مختلف برامج الخدمة التي تعرضها شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والصور الصحية الذكي الحامل لكل بيانات الحاج الصحية، وبطاقة المشاعر الذكية التي تحمل بيانات الحاج الخاصة بسكنه ورحلته، وتقدم له العديد من الخدمات، وصولا إلى استخدام الروبوتات الذكية في حج هذا العام لتعقيم المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بشكل دوري، بالإضافة إلى توزيع مياه زمزم عبر روبوتات متحركة لتقديم المياه مبردة ومعقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية، ومواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بطريقة ذكية وصحية وآمنة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.